بسم الله الرحمن الرحيم، معكم نونا الحرفة من قناة على المطبخ. النهاردة هنعمل الكنافة بالقشطة الكدامة، وهنعملها النهاردة في الفنجان وهنزوقها زي ما احنا شايفين كده بالكريمة، حاجة كده ما شاء الله. هقولك النهاردة على سر من أسرار الكنافة اللي انتي تقدري تعمليها في البيت وتديكي اللون ده بمنتهى السهولة. شايفة شكلها ما شاء الله عليها. يلا بينا كده على الوصفة وتعالي نشوف احنا عملنا ايه. اول حاجة هنعمل الشربات بتاعنا، كوبايتين من السكر على كوبايتين من المية، عليهم عصرة ليمونة، عليهم معلقة من العسل النحل، وكل ده هنرفعه على النار اهو زي ما انت شايفه. هنقلب طبعا بس السكر كده في الاول، وبعد كده هنحط معلقه العسل وهنحط عصره نص الليمونه، واول ما يغلي معانا هنسيبه حوالي 10 دقايق، وبعد كده هنطفي عليه وهيبقى معانا الشربات بتاعنا مظبوط اهو زي ما انت شايفه ما شاء الله عليه. كده احنا عملنا الشربات بتاعنا. معانا هنا كوبايتين من اللبن، وعليهم 3 معالق من النشا، هنقلب على البارد وبعد كده هنرفعهم على النار عشان طبعا ما يبقاش معانا اي تكتلات فيهم. بعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من القشطة، دي قشطة اللبن اللي بتبقى موجودة عندنا في البيت، وهتبص تلاقيها خلاص تقلت معاكي وبقت قوامها كريمي في منتهى الجمال اهو. هنغطي وشها بقى بكيس من اكياس التلاجة كده، وهنحطها على رف التلاجة لحد ما نيجي نشتغل فيها عشان من وشها ما ينشفش مننا. معانا هنا كوباية مج كده من السمنة، وحطينا عليه ربع معلقة من الزعفران، والزعفران ده هو اللي بيديكي اللون الذهبي للكنافة بمنتهى السهولة، وهو ده سر من أسرار المحلات. طبعا احنا عارفين ان الزعفران ده زي اي توابل مش مضر ولا في مواد حافظة ولا اي حاجة ممكن تأذي، يعني يعتبر لون مصرح بيه. معانا هنا نص كيلو من الكنافة، وطبعا مسكنا الكنافة بتاعتنا طبعا كنا شايلينها في الفريزر، ونزلنا عليها ب3 معالق من سكر البودرة، وطبعا احنا بنعمله في المصفى بتاعتنا عشان ما لو في اي تكتلات او حاجة بنشيلها عشان ما تبوظش الوصفة بتاعتنا. قلبناها كويس قوي، وبعد كده هننزل بالسمنة اللي احنا حاطين عليها الزعفران، وهنغلف الكنافة بتاعتنا كلها بالسمنة دي. هنجيب الفنجان، وطبعا احنا حطينا الكريمة بتاعتنا في كيس الحلواني او في كيس تلاجة، وهتنزلي كده بالكريمة بتاعتك اللي انت عملتيها او القشطة الكدابة اللي احنا بنقول عليها، وهتكبسي كده تحطي تحت وتعملي لها حرف وتنزلي في النص بالقشطة، وبعد كده بتحطي برضو طبقة تانية وبتقفلي عليها كده زي ما انت شايفة، وبتقلبي الفنجان وبيبقى معاكي الشكل اللي انت عايزاه اهو زي ما انت شايفة. بتعملي كده بتضغطي جامد، وحطينا احنا كيس تلاجة عشان يبقى سهل ان انت تطلعيها، يسهل عليكي الموضوع. وبعد كده هتنزلي هنا في النص في اللي انت عملت الجزء اللي انت عملتي فيه الحروف ده، تنزلي كده في النص بالقشطة الكدابة، وبعد كده بتحطي طبقة تانية وتضغطي برضو جامد، اهم حاجة تضغطيها كده جامد. وبعد كده بمجرد ما بتشيلي الكيس كده اهي تطلع معاكي اهي، وتديكي الشكل اللي انت عايزاه. طبعا هنعمل كده لغايه ما نخلص الكميه بتاعتنا، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. طبعا الكنافه كلنا بنحبها، بس احنا بنعمل اشكال وبنعمل يعني بالمانجا، نعمل بالكريمه، نعمل بالفواكه، نعمل كذا شكل، يعني بنحب التغيير ونغير لولادنا عشان ولادنا ما يزهقوش. وبعدين احنا كلنا عارفين اسعار الحاجات دي بره شكلها ايه، الاسعار رهيبه، يعني عشان تجيبي كنافة بالشكل ده من بره شوفي هتدفعي فيها كام، وطبعا مش هتبقى بنفس الجودة برضو اللي انتي بتعمليها في البيت.
احنا بنغير لاولادنا عشان ولادنا بيحبوا الحاجات دي ويحبوا الاشكال يعني هي زي ما بيقولوا العين بتاكل قبل البق. اي مفيش ابسط ولا اسهل من كده. طبعا هنعمل كده لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا. شايفة لون الكنافة عامل ازاي وهي لسه كمان ما دخلتش النار، ودلوقتي تشوفيها لما تطلع قدامك في منتهى الجمال. طبعا احنا دخلناها على الرف الاوسط، خدت حوالي تلت ساعة وطلعت في منتهى الجمال. بعد كده لما تطلع هنزوقها، ولا عايزة تزوقيها ماشي، مش عايزة ده حاجة طبعا براحتك، بس احنا بنزوقها برضو تديها شكل كويس. واول ما بتطلع وهي سخنة كده والشربات بارد بننزل عليها بالشربات بتاعنا اهو، وهي طول ما هي بتشرب الشربات انت تعرفي ان الكنافة بتاعتك ناجحة. اهي ما شاء الله عليها. ادي الكنافة بتاعتنا هتنطق وتتكلم في منتهى الجمال. شايفة لونها وشايفة التسوية بتاعتها طالعة في منتهى الروعة. طبعا هنا معانا القشطة بتاعتنا هنزوقها بقى من فوق كده، وانتي طبعا دي حاجة بترجع لك، عايزة تعمليها بالكريمة ماشي، عايزة تحطي عليها فستق ماشي، ده يعني على حسب ما انتي شايفة انتي حباها ازاي. عملناها اهي، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. وكل سنة وانتو طيبين وبألف هنا وشفا.